أخ كريستيان 5 دقائق للرد على الشيخ هشام. تفضل أخ كريستيان. تفضل. صراحة يعجبني استنفار الشيخ هشام، وأنه يقول أن من يهاجم هو الضعيف، وهذا يعني أن محمد هو إنسان ضعيف. فنحن في كتابنا كله لا نهاجم أحد، ولكن المسلم لا يمكن أن يصلي صلواته الخمس قبل أن يشتم المسلمين، خصوصا الشيعة المسلمين، وأبو بكر وعمر وغيرهم، وحتى عائشة، وبعد ذلك في سورة الفاتحة في الآية رقم 7 ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن صلاة المسلم لا تكتمل إلا إذا شتم الناس. ثم يتكلم الأخ العزيز على أن نعود إلى كتاب ونعود إلى المحبة. ثم حينما يتكلم المسلم يعني عن المحبة، هل بإمكان الشيخ، وهل يجرؤ، أتحداه، هل يجرؤ أن يقرأ لنا السورة رقم 5 الآية رقم 14، وهي تقول بأن الله سوف يفيض الناس ويفيض النصارى تحديدا بالعداوة والبغضاء بينهم وبين بعض؟ كيف تجرؤ أن تتكلم عن المحبة وأنت رسولك وكتابك يقول وبالحرف الواحد، وليس هذا كلامي، أولا يصفنا بالكفار؟ لو قلنا أن السيد هشام كافر لجن جنونه، ثم يصفني بالكفر ويقول أنه هو إنسان لطيف مسالم، ويقول كتابه أن الله ومن الذين قالوا إن أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمضحك المبكي أن سورة المائدة تقول الآية رقم 91 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وإذ بالآية رقم 5 في نفس الآية الصورة تقول في رقم 14 بأن الذي ينشر العداوة والبغضاء بين الناس وخصوصا بين المسيحيين هو الله. فكيف تجرؤ يا هذا أن تقول بأنكم أهل حب وأهل محبة وتنشرون السلام، ثم تدعي بأن الغرب هو من نشر الإرهاب؟ يعني هل كانت أمريكا موجودة حينما كان رسولك يقتل الناس يمينة وشمالا؟ هل سوف تتهم أمريكا بأنهم هم من قتلوا أحفاد محمد؟ هل ستتهم عائشة بأنها كانت عميلة للCIA؟ ماذا تقول يا هذا؟ صراحة المسلمين أرى فيهم عجبا عجابا. ثم يقول أن الإسلام يعني ليس فيه تعصب. أنا أتحداه وأسأله، لماذا في إيران الآن مساجين مسيحيون كل جريمتهم أنهم بشروا بالدين المسيحي، وهناك قسيس سوف يعدم قريبا فقط لأنه ترك الإسلام وأصبح مسيحيا، ثم تتكلم عن التعصب؟ أنت في أمريكا تتكلم عن الإسلام وتبشر في الإسلام، ولا قتلوك ولا صدق ولا شبه لك. ثم إذا ما سألناك سؤالا بسيطا تقول أننا نعبد إنسانا، يا رجل ألست أنتم أهل الشيعة تقولون بأن أهل البيت هما أنوار إلهية؟ بل أنكم تقولون بأن العالم كله خلق من أجل أهل البيت، فمن الذي يعبد بشرا؟ ثم تقول أن المسيح بشر، وتقول أعطني آية يقول فيها المسيح أنه يعني أنه أنا الله فاعبدوني. أولا المسيح لن يقول هو الله، لأن الله رب المسلمين، هو ليس ربنا وليس لنا به علاقة لا من قريب ولا من بعيد. نسي الشيخ بأننا يعني حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها بمعنى الرب، وأما إله المسلمين الذي يعبدوه وهو الساق، نحن ليس لها علاقة لا به ولا من قريب ولا من بعيد. المسيح يقول، وهذا كلامه وليس كلامي أنا، قال الرب لربي، سأل المسيح اليهود عن المسيح فقال لهم ما رأيكم، ماذا تقولون في المسيح؟ قالوا له إنه ابن داود. فقال لهم إذا كان هذا هو ابن داود فكيف يقول له داود قال الرب لربي اجلس على يميني؟ وطبعا هذا موجود في إصحاح متى 22، وبإمكانك أن تقرأ من الآية 42 إلى آخر الآية. فيقول لهم المسيح أن إذا كان داود يدعوه ربا فكيف يكون له ابنا؟ فأنت تقول أين المسيح قال أنه رب؟ ها هو يقول أنه رب، هل سوف تصدق؟ لن تصدق. ثم نعود إلى أمر آخر، أنت قلت الوعاء بما فيه ينضح، حينما يقول محمد بالحرف الواحد، من
تبجح أو من تفاخر أو من يعني طاض بالجاهلية فعضوه بهم أبيه، أي بمعنى اذهب وعض. أخ كريشن وقتك قد انتهى، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخ كريشن. أعزائي المشاهدين، سنأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم، فابقوا معنا. وفي هذه الفترة المقبلة سنأخذ بعض التليفونات من المشاهدين، فابقوا معنا. Are you a Christian who loves watching ABN shows? Are you eager to make a video and post it online and see it reach millions of Middle Eastern people? Or are you a Muslim who wants an outlet to ask questions, make comments, or post video responses to Christian evangelists and apologists? Well, ABN Tube has it all. ABN Tube is an extended media outlet of ABN TV Ministry. We've gotten an overwhelming response from viewers of ABN to launch a media outlet for people like you to upload your own video responses to some of the clips we have online, whether on abnsat.com or on our ABNSAT YouTube account. Our goal is to bring to light any and all lies about false religion through media, to create an open dialogue about religion among people of different faith, and to gear them to the truth of Jesus Christ. Please visit our site at www.abntube.com. Thank you. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه المناظرة على الهواء مباشرة من استوديو الأرامية. وعنوان حديثنا: هل محمد هو نبي الله؟ واستمعنا إلى فضيلة الشيخ هشام والأخ كريشن في النصف الساعة الأول. الآن سأعطي الشيخ هشام 3 دقائق للرد على السيد كريشن، وبعدها أعطي السيد كريشن أيضا 3 دقائق للرد على الشيخ هشام. فضل الشيخ هشام. أشكرك. أنا مرة أخرى أتعجب على هذا الأخ الكريم وتخبطه، أتعجب على ما فيه من حقد على الإنسانية وعلى أبناء إسماعيل من العرب والمسلمين وأبناء إبراهيم عليه السلام. أولا، مرة أراه يتخبط ويدافع عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين. Alright. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، نعتذر عن هذه الانقطاعات في الإنترنت، وسنعاود الاتصال بكم في أقرب فرصة ممكنة مع الشيخ هشام. وموضوع اليوم كما ذكرنا: هل محمد نبي من الله؟ وكما ذكرنا بالنسبة للمسلمين، فإن التساؤل والتحقيق في نبوة النبي محمد هو موضوع غير قابل للجدل. فإذا لم نستطع أن نشاهد الصورة، سنعطي الأوديو الصوت بدلا من الصورة، ويمكن تستقر الأمور في الديبيت في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين، طيب أخذ تليفون هلا لما يرجع. أخ رائد موجود معنا، مساء الخير. طيب الشيخ على التليفون، تفضل فضيلة الشيخ، معك 1:40. ألو الشيخ معي؟ معك الشيخ. تفضل فضيلة الشيخ، تفضل. أنا بس عندي سؤال لو سمحت. أشو هذا البرنامج ما ينقطع عندكم، بس لما أنا أتحدث ينقطع. أشو مع الأستاذ كريستيان ما ينقطع؟ لا، على كل حال. لا فضيلة الشيخ، أنت وجدت صعوبة في الإنترنت من قبل ما نبدأ البرنامج، هو فقط على التليفون. فإذا تحب تكون على التليفون، إذا تحب تكون على الشيخ هشام، إذا تحب تكون على التليفون أهلا وسهلا، هو على التليفون فقط. طيب، ما في صورة. طيب، بس وصلت إلى كلمة. يلا رجعت، أنا رجعت لكم على كل حال. طيب أنت هلا على البث المباشر، أنت مسموع يعني حاليا، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني أنا أتعجب هذه الكمبيوتر بها حساسية فقط حينما وصل إلى إسرائيل. على كل حال، الموضوع الذي نتحدث إليه، لا يوجد هنالك CIA في وقت رسول الله، لكن كان هنالك صهاينة، وأرى إلى هذا اليوم هنالك صهاينة يدافعون عن إسرائيل
ويهاجمون إيران إسرائيل تمتلك مئات من الرؤوس النووية وفي كل يوم تهاجم بلدا عربيا وأنت تسكت عنها أيها الظالم. وأما إيران فلا تملك أي رأس نووي وتخافون منها لأنها على حق ولأنها تدعو إلى الإسلام وإلى الوئام. على كل حال نعم أنا أقول بأن الذي جاء به الإسلام هو خير، أما أهل البيت عليهم السلام فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحن لم نعبد أهل البيت يا أخي، صحح معلوماتك وعد واقرأ القرآن واقرأ السنة النبوية. قالوا أهل البيت عليهم السلام قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الإلوهية، نحن عباد مكرمون، وحينما نصلي في صلاتنا نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن دع عنك الخوض في القرآن وارجع إلى كتابك إن كنت مسيحيا، وأسألك سؤالا واحدا وأرجو أن تجيبني إياه، هل أن عيسى خالق أم مخلوق؟ أحب أن تجيبني عن هذا السؤال ولا تنسى. ولكن أقول بأن الذي يعبد الإنسان نحن نتشرف بعبادة الرحمن، كلنا عباد للرحمن. لقد جاء قالت اليهود عزير بن الله وقالت المسيح والنصارى المسيح ابن الله، ونحن نقول أن محمدا عبده ورسوله، أرجعنا العبودية إلى الله الواحد الأحد. يا أخي من هو ربك؟ أليس الله الواحد الأحد؟ ومن هو رب موسى وعيسى؟ أليس الله؟ واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى ولا تجعله ربا. يا أخي تنصل وتنزه عن هذا الكفر وارجع إلى عبودية الله الواحد الأحد الذي خلق عيسى والذي خلق مريم والذي خلق إبراهيم، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب. ارجع يا أخي واعبد الله الواحد الأحد ولا تعبد الإنسان. لتعالى تعالى سوية لنحرر الإنسان من عبودية الإنسان، لأن الإنسان إذا عبد الإنسان سوف يعود ويهيمن ويحتل أراضيهم ويبتز خيراتهم. نعم إن كثير من هذه السياسة هو انعكاس للمبادئ الكافرة التي تعبد الإنسان وتؤله الإنسان، لأن الإنسان إذا قال أن عيسى عليه السلام هو إله وهو أبيض وهو رجل فقد ظلمتم المرأة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، الثلاث دقائق انتهت. أعطي السيد كريشن، لو سمحتم السيد كريشن والشيخ هشام، احنا خرجنا عن الموضوع، هلا احنا دخلنا في ألوهية المسيح ودخلنا في شيء آخر. احنا موضوعنا النهاردة هل محمد نبي من عند الله؟ فضيلة الشيخ تكلم والأخ كريشن تكلم، فخلينا نحصر أفكارنا في هذا الموضوع عشان ما ناخدش موضوعات أخرى لها حلقات أخرى. فسيد كريشن تفضل ثلاث دقائق. طيب شكرا. اولا هو قال طبعا لابد ان اجيب عليه حتى لو انه خرج عن الموضوع. هو اصلا هدفه ان يخرج عن الموضوع لانه لا يستطيع ان يثبت ان محمد هو رسول. اما عن ان المسيح هو مخلوق، فيا سيدي يا عزيزي قرانك يقول في سوره ال عمران بان المسيح هو كلمه الله وهو روح الله، وأيضا أنتم كل المسلمين تتفقون بأن كلام الله غير مخلوق، وبالتالي كلامك مردود عليك، والمسيح ليس بمخلوق بل إنه بخالق. في سورة آل عمران الآية رقم 49 تقول أن المسيح ينفخ في الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. يقول المسلم أن هذا بإذن الله، هذا ادعاؤك وهذا كلامك، هل لديك دليل؟ آتي ببرهانكم إن كنتم صادقون. أما عن قولك يا رجل بأن نحن لدينا حقد، أنا قرأت لك آية من القرآن سورة المائدة الآية رقم 14 تقول بأن الله سوف يبث العداء والضغينة والكره بين المسيحيين، وتتكلم عن الحقد، تدافع عن أمريكا وأنت تحمل جوازا تدافع عن إيران وأنت تحمل جوازا أمريكيا، هذا يثبت بأنك تمارس التقية. ولهذا نحن نرفض محمد، لأن محمد علم الناس الكذب ورخص لك أن تكون وتستخدم الكذب كسلاح، بل أن الشيعة يقولون بأن التقية من لا تقي له لا إيمان، وبالتالي من لا يكذب فهو ليس بمسلم، بل أنهم قالوا وقال الإمام وقال الحسن وقال غيرهم بأن